بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، الأخ اللواء الركن عبد الكريم أحمد غالب الصبري وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن، الأخ الدكتور عبد الحكيم عون وكيل محافظة تعز، الأخ العزيز عبد العزيز المجيد أركان حرب محور تعز قائد اللواء 170 دفاع جوي، الأخ الحميد منصور عبد الرب الأحدي مدير عام شرطة محافظة تعز، الأخ اللواء الركن سمير الحاج مستشار نائب رئيس الجمهورية، الأخ الحميد منصور الصلوي مندوب قيادة التحالف، الأخ العقيد عبد الحمود عمليات اللواء 17 مشاة، الأخ العقيد عبد الملك الأردن أركان حرب اللواء 35 مدرع، الأخ العقيد عبد البحيري مدير استخبارات الاستخبارات العسكرية، الأخ العقيد ركن عبد الله رايح مدير عام شرطة سير في محافظة تعز، الأخ العميد جمال الشهيري قائد الشرطة العسكرية في محافظة تعز، الإخوة قادة الأخ العميد عدنان محمد رزيق عمليات محور تعز قائد اللواء الخامس حماية رئاسية، الإخوة قادة المؤسسات الأمنية والعسكرية كل باسمه ووظيفته، الحضور جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأصبحتم بالخير والأمان والاستقرار صباحا، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم الاستهلائي البهيج بمحافظة تعز الأبية، والذي نحتفل به في تخرج الدفعة الثانية من سرايا شرطة الدوريات وأمن الطرق، دفعة تعز الصمود والتحرير، تزامنا مع احتفالات شعبنا بأعياده الوطنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، لتلحق بالدفعة السابقة هذه الدفعة لتلحق بالدفعة السابقة التي ساهمت بشكل فاعل وكان لها الأثر الكبير في تثبيت الأمن وتعزيز ركائن الاستقرار في المحافظة، إلى جانب مختلف القطاعات والوحدات الأمنية. إننا ونحن نحتفل اليوم في قيادة شرطة الدوريات وأمن الطرق بتخرج الدفعة الثانية لعدد 300 جندية من قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق. لا يمكننا إغفال الجزء الأهم من هذا البناء والذي استند في الأساس على الإدارة الصلبة والعزيمة المتوقدة لكل ضباط وصف ضباط وأفراد شرطة الدوريات وأمن الطرق الذين ندين لهم بهذا الإنجاز وهذا النجاح. الحمد الكريم، لقد تم إعداد برنامج تدريبي احترافي أشرف على تنفيذه ضباط مهنيين اكتسب من خلاله المتدربون مهارات في مجالات الحركات النظامية على أكمل وجه، والمهارات القتالية والفنون العسكرية المختلفة لمكافحة الجريمة قبل وقوعها، والدورات على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بكل أشكالها وأنواعها. الحضر الكريم، لقد بدأنا مشوار إعادة وبناء وتفعيل شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة تعز من الصفر، فحال هذه القوة لم يكن أحسن من غيرها في الجهادين الأمني والعسكري اللذان تعرضا لعملية تدمير ممنهجة من قبل عصابات الانقلاب القادمة من أطغال الكهوف ومجال التاريخ ومجاهل التاريخ وفقر الثقافة والقيم. لقد رأينا جميعا كيف أن هذه الميليشيات قد سعت ودفعت بكل جرأة
وهمجية لتدمير المؤسستين العسكرية والمدنية والحلول محلها بدعم إيراني وتوافقات بعض الخوارق والمرتزقة الذين خاملوا قدم القسم العسكري وتركوا البلد وجيشه وأمنه لاستباحة العصابة الطائفية. لقد سعينا منذ البدء لإعادة بناء وتأسيس قوة شرطة الدواريات وأمن الطرق آخذين في الاعتبار جملة العراقيل والتحديات والصعاب الذي سوف تواجهنا، إلا أننا وبإرادة صلبة من الجميع نجحنا في لملمة شتات القوة وإعادة تأسيسها وتأهيلها وفق أسس ومعايير مهنية باختيار الكوادر المؤهلة من الضباط والإداريين والعمل للمساهمة في ربط الأمن وتعزيز الاستقرار وحماية المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة. ولقد كان لها دور بارز في الميدان في المعركة الأمنية ضد العصابات الخارجة ضد القانون. الإخوة الغبور جميعاً، إننا نستشعر حجم الأمل الذي يسكن المواطن بمحافظة تعز بالدولة ومؤسساتها الأمنية في استعادة الأمن وتطبيع الأوضاع بعد أعوام من الحرب والخراب الذي تسببت به حرب الميليشيات الانقلابية على المحافظة، وهو ما يمثل حافزاً قوياً للمضي قدماً في استكمال مسيرة البناء وتخريج القادة والضباط والأفراد ليلتحقوا بزملائهم في الميدان من أجل حفظ الأمن وحماية السكينة العامة وتعزيز حضور دولة النظام والقانون. نشكر الدعم الكبير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد رب منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن على اهتمامه بمحافظة تعز الصامدة وحرصه على إعادة بناء وتأهيل المؤسستين العسكرية والأمنية ليتسلى لهما القيام بالدور المرافق المراد بهما في حماية الوطن وحراسة مكاسبه والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه. كما نثمن الدور الكبير والأدوار الكبيرة لتحالف دعم الشرعية لقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في معركة استعادة الشرعية وبناء الدولة. ونشكر أيضاً الجهود الكبيرة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري الذي أولى هذه القوة اهتمامهم ودعمهم وكان معنا، ونحن نبني هذه القوة خطوة خطوة. والشكر موصولاً للأخ محافظ المحافظة الدكتور أمين محمود والأخ مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي على ما بذلوه من جهد لإخراج هذه القوة على النحو الذي ترونه الآن. كما لا ننسى أن نتوجه بالشكر والتقدير للقادة والضباط والأفراد الذين أشرفوا على هذا العمل وأعدوا لهذا الحفل إخراجه بالصورة التي تليق بحجم الإنجاز. لقد كنتم جميعاً في قيادة وضباط وصفضباط وجنود شرطة الدواريات عند مستوى المسؤولية، وها أنا مجددا أقف هنا لأعبر عن اعتزازي بكم
وفخري بالنجاحات التي تحققت والتضحيات التي بذلتموها في ميادين الشرف والإباء. نصرة وفخري بالنجاحات التي تحققت والتضحيات التي بذلتموها في ميادين الشرف والإباء. نصرة للوطن ولمحافظتكم على وجه الخصوص. وأؤكد أننا لا نزال في بداية الطريق، أمامكم الكثير من المهام والمتاعب، فقد اخترتم هذا الطريق وأنتم تدركون أنه ليس مفروشا بالورود، لكننا نسترد إلى قوة الحق وثوابت الوطن وفلسفة الدولة. ولكل هذا ولأجله نعمل ونقدم التضحيات والنجاح والنصر حليفنا بمشيئة الله عز وجل. المجد كل المجد لقواتنا المسلحة والأمن، والنصر للشرعية والشعب على الميليشيات الانقلابية الباغية. والسلام.